السلام عليكم، ازاي نكتب تكست تكون عمودي في برنامج الانديزاين؟ اول حاجه اعملها ان انا هرسم خط اساس ان انا ارسم التكست عليه. تمام، الخط ده ممكن يترسم بالشكل دوت او ادوس شيفت بحيث ان هو يبقى عمودي. وبعد كده هاجي هنا عند التكست واختار تايب وان اباص تول، واختار الباص بتاعي بالشكل دوت من هنا لهنا، وهبدا اكتب بيم اريبيا بالشكل دوت. طيب بعد كده عايز انا التكست دوت يبقى بشكل اخر، لو عايزه بشكل دوت مفيش مشكله، لو عايز تعدل فيه هتيجي هنا في التايب وتقول له انا عايز تايب اون اباص، وتقول له اوبشن، وتبدا تختار بقى بدل الريمبو ممكن تقول له ستير ستيب تبقى بالشكل دوت، وتبدا تختار المسافه اللي هتبقى قد ايه، ممكن تختار الاين، تبدا تختار المحاذاه تبقى عامله ازاي، الباص هيبقى عامل ازاي، تقدر تقول له اوكي، وتقدر تختار التكست وتعدل في الخصائص بتاعته زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تختار بالشكل دوت، تقدر تعدل المسافات اللي بينهم زي ما انت عايز، تقدر تعدل في الخصائص